النظرة العامة وباختصار، واحد، استطاع الفلسطينيون حماس إنها يعني تلقن أجهزة المخابرات والأمن الإسرائيلية درسا وصفعة يوم 7 أكتوبر وهتاخد وقت طويل قوي منهم عشان ينفذوها. إن كل القادة دول حضرتك هيحاكموا ويجوز بعضهم يخش السجن بعد أن تنتهي الحرب نتيجة التقصير المخل اللي شاهده يوم 7 أكتوبر. أي. اتنين، إنه بغض النظر عن الطريقة التي سوف تنتهي بهذه الحرب، الفلسطينيون أحرزوا مكسبا استراتيجيا لا ردة عنه. حضرتك بتقول مكسب استراتيجي حتى لو كان رد فعله خسارة كبيرة يعني في جوانب أخرى. هم أولا أعادوا قضية فلسطين إلى صدارة الاهتمام العالمي. صحيح. مين بيتكلم على أوكرانيا دلوقتي ولا على أي حاجة تانية يعني؟ اللي كانت ليه النهار الكونجرس الأمريكي الرئيس بايدن بعت له طلب بدعم لإسرائيل وأوكرانيا. مجلس النواب قال إسرائيل آه، أوكرانيا لأ. عايزين نتكلم فيها أكتر إلى آخره. يعني اعتبروا إسرائيل موضوع له أولوية يعني. رئيس. فإذا القضية اللي وثارة على مستوى العالم كله وهي بتثار بدأت تفتكر على ده الموضوع ده حصل من سنتين ومن ثلاثة ومن خمسة. طب مش بقى آن الأوان ندور على حل نهائي اللي هو ان في احتلال وان الحل هو انهاء الاحتلال وتطبيق مقررات الشرعية الدولية وإقامة حل الدولتين إقامة وفي دولة منهم موجودة بأنها أصلا إقامة الدولة الفلسطينية. نحن لا نعلم كيف سوف تنتهي الحرب على مدى أكثر من 21 يوم ما زالت المقاومة الفلسطينية قادرة على الرد وما زالت غير الهجمات العدوانية البربرية اللي يعني يقل وجود نظائر لها في الحروب ده نجحت في إسرائيل ولا شبهة في هذا. إنما هل استطاعت أنها تخمد قدرة الفلسطين على الرد؟ لقدرت في حاجز إيريدز لا فلسطين طلعوا لهم مش بس صواريخ ناس يلتحموا في كل محاولة لاقتحام الأيام اللي من أسبوع تقريبا يعني بدأوا دخول شارع صلاح الدين محاولة دخول شارع الرشيد في كل مرة بيحدث تصدي من غير ما أعرف حضرتك اللي حصل ده هينشئ جيل من الشباب الفلسطيني مصمم أكثر على الثأر والانتقام.